مرحبا بكم الناس اللي كل ما عشان يتحدثوا على آخر أخبار المونديال، لكن البداية من تونس وخبر صار لأندية العاصمة وخاصة لترجي تونسي والنادي الأفريقي، حيث أعلنت اليوم وزارة الشباب والرياضة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه تم الاتفاق على استغلال ملعب شادي زويتن ظرفيا، بما أنه فما مشكل متاع ملاعب في العاصمة حاليا، بما أنه كما قلنا الأشغال في ملعب المنزة تنتهي موفى سنة 2024، كيف رادس يرجع للاستغلال في نهاية شهر جانفي، فإنه الحل كان في استغلال ملعب شادلي زويتن. سيقع على اتفاق لاحقا على عدد الجماهير والمقابلات اللي باش يحتضنها ملعب شادلي زويتن. أعلن نادي صفاقسي على تعاقده رسميا مع الإيطالي موريسيو ياكوباتشي اللي صحح لمدة 6 شهور، وبالتالي هذه التركيبة الكاملة للإطار الفني للنادي صفاقسي. كما قلنا ياكوباتشي مدرب أول، أنيس بوجلبان مدرب مساعد، شاكر برقاوي مدرب مساعد، عبد الغفار فرجل مدرب حراس، مراد الخميري معد بدني، أنيس كامون معد بدني ثاني، وكما تعرفوا بطبيعة هيثم رابط هو المدير الرياضي في السياسة. نمشي للمونديال، والحكم البولوني سيمون مارتشينياك هو حكم مقابلة نهائي بين فرنسا والأرجنتين. دونك مارتشينياك يزفر ثاني مونديال ليه بعد مونديال روسيا 2018. بولوني للنهائي وحكم قطري للفينال الصغيرة، المقابلة الترتيبية بين المغرب وكرواتيا. الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم هو اللي بيجي يزفر المقابلة هذه نهار السبت القادم. نكملوا مع الحكام والاتحاد المغربي لكرة القدم. راسل الاتحاد الدولي واحتج بلغة حادة، الحقيقة بلهجة حادة، في خصوص أداء الحكم المكسيكي سيزار راموس، واللي حسب بلاغ الجامعة المغربية والحقيقة حسب رأي برشا متابعين أنه حرم المنتخب المغربي على الأقل من ضربة جزاء واضحة. البيان فيه زوز ضربة جزاء، فما اختلاف زوز واحدة، المهم فما ظلم تعرض له المنتخب المغربي في المقابلة ذات المنتخب الفرنسي. البلاغ شدد على نقطة مهمة، قال نتسائلوا علاش الفار لم يوجه دعوة للحكم، الحكم غلط في اتخاذ القرار، لكن كان على الحكام في غرفة الفار استدعاء الحكم حتى ياخو القرار صحيح. دونك البلاغ وصل كما قلت من الاتحاد المغربي لكرة القدم. أكد اتحاد البرتغال على نهاية مهام المدرب فرناندو سانتوس مع منتخب البرتغال. سانتوس الحقيقة بالمارس مونتيز مع منتخب البرتغال 2014 كان هاز كوب دوروب، 2016 دوري الأمم الأوروبية، مونديال روسيا وصل لدور ثم النهائي، والمونديال الحالي وصل لدور الربع نهائي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان.